بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت أن ألتقي بأحد الآباء الكرام. الاسم الكريم اسمك؟ سلام سعيد بن سالم ريال. الوالد سلام. أريدك تعطيني نبذة عن هذا المسجد، متى بني؟ من 2007. أيوة، متبرع بواحد من الأمارات. جزاه الله خير. وكنت ب35,000. ما شاء الله. وهذه البلاد قالها القورة. القورة. ومو مسماها القورة. القورة هذه كانت في أول مزروع فيها قورة رمان. إيه ما شاء الله. هي وسمت القورة. كذاك يعني على خذوا الاسم من هذا. من خذوا الاسم من هذا. ما شاء الله. مو أكثر الأشياء اللي زرعوها الناس هنا. هذه زراعتها إيش اسمه؟ رماء ذاك عنب مشمش ونخيل وزراعة عادة ذلك. يعني كل مزروعات الجبل الأخضر تستوي هنا؟ هي كلها. كلها من رمان ومن كل شيء. ومن الوطا ما تستوي؟ من نخيل وهذا الشيء؟ نخيل هنا كلها نخيل. وما شاء الله. نخيل هي خرايف كل شيء. عبنتو قامعين الحسنيين. هي زراعة الجبل وزرايع. وزرايع الوطا. ما شاء الله. جميل. قامعينها هنا. هي الحمد لله. شوية طريق شقفة ما أهلها كأنها خربانة وامو. هاي خشب هذه طريقة. لكن لكن بعدها أحسن الحمد لله. الحمد لله عسى تتصلح. الحمد لله أحسن. بارك الله فيك. أحسن. بارك الله فيك. بارك الله فيك. آمين. جزاك الله خير. بارك الله فيك.